إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك المظلومين النجبا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا الناس ولله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة النساء غريب يا مظلوم كرب الأمان ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز بشراك لي الفهري فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى لا تقوم الخيانات وحق لكم أن تعقلوا أندية للحلال إن الأولى في كربلاء صرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى مدمنا يا واشتروا العليا نقلا بها ومشتري العليا لن يغمنا لكن رأوا أن بدار الفناء لكن رأوا أن بدار البقاء ليل الأمان لا بدار الفناء فاستسلموا للموت من بعد ما أسلمهم في جريه أرسنا ورحنا في الآس بناة الهدى تقضي الفيا في موطنا موطنا يدعينا والعين استجد السؤال يا حادي العيس ألا مخبنا يا حادي العيس أتدري
سيدنا. ربنا تخذ العين لا نضيق العناء فقال يا رب اهلكهما اهلكهما
مر على مريم على فاحشة قال اللهم اهلكهما اهلكهما. المرة الرابعة هم أن يدعو فأوحى الله إليه يا إبراهيم كف دعوتك عن عبادك أنت مستجاب الدعوة وإذا دعوت استجاب وأنت لست شريك في الملك وما بعثناك لتهلك العباد وإنما أنت بشير ونذير ولست شريكا في الملك. يا إبراهيم دعني وعبادي فأنا الغفور الرحيم وأنا الجبار الحليم. واعلم أن معصيته لا تضرني وطاعته لا تفعلني، أنا لا أستفيد منه ولا أنظر منه. وإذا واحد عجبتنا صلاة وقيام الليل وقراءة القرآن والدعاء يمكن يدخل في نفس الشيء، إذا حسبان أو مستانس فهو ما ينفع الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكذلك العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هو في الواقع لا يؤذي الله، لا يؤذي الله وإنما يؤذي نفسه، يقول أنا ما أضر منه ولا أنتفع منه، فأبدي وعبادي فإنهم على ثلاثة أصناف: إما عبد مذنب فتاب وأنا أتوب عليه فأنا التواب الرحيم، أخليه من خالف يذنب إلى أن يرجع إلى نفسه ويرجع إلى ربه يرجع إليه وأنا التواب الرحيم. يقول مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: الأئمة دائما يأتون على أن القنوط من رحمة الله هي كبيرة، في كثير من الأحيان هي أكبر من الذنوب أصلا. القنوط ربما بلغت ذنوب الإنسان فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع منها. ولذلك يقول زين العابدين يضرب مثل في هذا الجانب، يقول: ركب رجل البحر مع أهله وانكسرت بهم السفينة وما نجا من هذه السفينة إلا زوجته، تعلقت على خشبة من السفينة فألقاها البحر على جزيرة من جزر البحر. هذه الجزيرة مصادفة فيها رجل قاطع طريق وما ترك لله حرمة إلا ودعك يوزن البحر في الدنيا وما التفت إلا وامرأة معه في الجزيرة. قال: أنت أنسية أو جنية؟ قالت: أنا أنسية. فلم يكلمها وإنما جلس لنا مجلس الرجل من زوجته فرآها ترتعش خائفة. قال: مما تفرقين ومما تخافين؟ فأشارت إلى السماء فقال: هل لم أنت بشيء من جناحك؟ سويت شيء من جناحك قبل؟ قالت: لا والله. قال: ما فعلت؟ وأنت الآن مجبر مكره عن غير رضاك وكل هذا الخوف؟ أنا والله أولى بالخوف منك. ثم قام عنها لم يلمسها ورجع إلى أهله وهو لا يحدث نفسه بشيء إلا التوبة. يقول مولانا زين العابدين: فالتقى في الطريق بعامل أو رهبة وسار ترافقا وكانت شمس حامية، فقال العامل: ادعو الله أن يظللنا بالغمامة لعل الله يستجيب لي. يبرد علينا شوية أقل حرارة الشمس. فقال: لا والله ليس في عملي ما أستحق به أن أستجاب الدعوة، وأنا والله أستحي أن أطلب من الله شيئا عندي شيء قرب منه. فقال الراهب: إذا أنا أدعو وأنت أمن، أنت بتقول آمين اللهم استجب. قال: لا بأس. فدعا
الراهب وأمن الشاب، وإذا بغمامة بالفعل بعد شوي ضللتهم ضلت تمشي وياهم إلى أن وصلوا إلى مفترق طريق. كل واحد يروح إلى طريقه، أخذ الراهب طريق وأخذ الشاب طريق، وإذا الغمام ما أشاش أخذ يناديه الراهب: يا شاب يا رجل استجيب لك ولنسني، ترجع تعال أخبرني ما الذي فعلته. قال: لم أفعل شيء، ما عندي عذر، ولكن قبل سويعات كان من أمري فتاة كذا وكذا. فقال: يا هذا لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أنت صرت صاحب دعوة مستجابة، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فاتق الله فيما استقبل من أيامك. فالله يقول لإبراهيم: أنا أنهل أهلك عن معصية لعلهم يتوب ويرجعوا إلي ويرجعوا إلى ربي. هذه العلة الأولى. العلة الثانية: قال إني أستقصي من أرى في صلبه مؤمنون أو مؤمنين، فأمهل الآباء الكافرين والأمهات الكافرات حتى يتزينوا فتخرج من أصلابهم ذرية مؤمنة. ثم أهلك الآباء، بعض الآباء يعملون في أصلاب المؤمنين، والأمثلة يضيق بها المجلس. بس مثال واحد: سيد إسماعيل الحميري، سيد إسماعيل الحميري أربعة، يقول الكشي: أربعة حملوا تراث الأئمة وأحاديث وأسرار الأئمة. أول واحد قال سلمان، جابر بن يزيد الجعفي، بعد قال لا سلمان وجابر، بعد السيد إسماعيل الحميري ويونس بن عبد الرحمن. سيد إسماعيل الحميري هذا الشاش، هذا اللي كان يتحدى الناس، يتحدى الناس أنه من يعطيني منقبة واحدة لعلي بن أبي طالب لم أقل فيها شعراً، وأعطيه جواب لهذا وأعطيه حلة وأعطيه كذا ألف. أنزل الآن أخذوا عجزة الناس. في الأخير واحد أظن ذكر له منقبة الثعبان أو النجم ما أذكر، فترجل وقال فيها قصيدة ونزل وأعطى جواده وما وعد أعطاها. يتحدى الناس، ما في منقبة ما قال فيها شعر لأمير المؤمنين. هو شنو؟ هو شنو سيد إسماعيل؟ أبوه ناصبي من الدرجة الأولى، أبوه وأمه. يقول لبعض أصحابه: أشرع حجرة في بيته، لطالما سمعت في هذه الحجرة سب أمير المؤمنين 20 سنة من الصبح. اسمعك سب أمير المؤمنين، شلون في واحد يخرج الحي من الميت؟ يقول أمي قعدني نص الليل، يقول لي ابعد سيد، مسميت ابن سيد ومو سيد يعني الله بسم الله، هي مسميت ابن سيد وأبو سوان إسماعيل، فصار سيد إسماعيل. تقول لي ابعد سيد، ابعد قبل نومك أخاف تموت، خاف ما تقبل نومك تموت وأنت على هذه العقيدة تروح جهنم، خاف تموت وأنت تحب علي بن أبي طالب تروح تقعد يعني النبي. وإذا به واحد من الأولياء اللي ما ترك منقبة لأمير المؤمنين إلا وقال فيها قصيدة. فالله يقول إبراهيم: لا تستعجل عليهم، قد يكون في أصلابهم مؤمنون، يكون في أصلابهم مؤمنون موحدون وموالون. ثم قال له: يا إبراهيم، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فإنه لا يفوت عذابنا. أنت ليش مستعجل عليه؟ ما يفوت ولا يفوت.
بيطلع من الارض بروح السماء بروح القمر بروح المريخ بيطلع من الدنيا. فالله يكون أمير المؤمنين في دعاء المال ولا يمكن الفرار من حكومتك. ما ممكن يفر العاصي. ولذلك قال الإمام الحسين كل ما يقول أرباب المقاتل كل ما نزلت عليه مصيبة كان يقول حول المال بأنه بعين الله. بعين الله يعني ما في شيء ضايع، لا عقابهم ولا ثوابهم. حول ما نزل بي انه بعين الله. زين هذه علم ذكرها الله سبحانه وتعالى لابراهيم انه لا يعجل العقاب والعذاب على الناس لعده امور. اولا يمهلهم للتوبه برحمته، وثانيا يستقيم حتى يتزاين تخرج الذريه المؤمنه من اصلاب الكافرين ومن علامات اخر الزمان. هذه الايه لا تجعلها تفسيرا، وان لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم. يعني يقول الامام اذا طلعت الذريه المواليه من اصلاب المنافقين من اصلاب الكفار من اصلاب الخوارج والنواصب يخرج صاحب الزمان. لذلك تشوف احنا كل ما قادم الزمان شوف التشيع يتوسع حتى في اولاد النواصب تطلع الذرية بعد لا تزال ليل نهار يتزايلون يطلعون يكونون. إذا تزايلوا خرج صاحب الأمر حط عليهم السيف، ما يقتل أحد في صلبه واحد. هذه علة ذكرها الله لإبراهيم. علة أخرى يذكرها مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الصادق إن لله إن لله تعالى في كل ليلة ملك ينزل وينادي عباد الله مهلا مهلا عن معاصي الله، فلولا شيوخ الركاب وأطفال الرضا وبهائم الردة لصب عليكم العذاب صبا تردون به ربا. ما يمنع نزول العدالة أن في المجتمع أفراد بريئون ليسوا من أهل المعاصي، ونزول العذاب عليهم شيء من الظلم. ولذلك حركة الإمام الحسين عليه السلام التي ميزها بحيث صارت عالمية بغض النظر عن الدول الخارج للإصلاح، هذه مثل هذه القضية نسبية. يمكن أن أشوف إصلاح، يمكن ابن العربي عليه اللعنة يشوف إحسان، يمكن أن أشوف مثل ما قال الإمام الحسين لا أشك ولا بطر، بينما يشوف ابن تيمية عليه اللعنة فرق الأمة. ممكن نقول قضية نسبية، يعني كل واحد بحسب ثقافته أو كل واحد بحسب انتمائه العقائدي يرى حركة الحسين باللون الذي هو يراه أو الذي يعيش. لكن دخول نساء وأطفال في هذه القضية وقتل الأطفال وقتل الأبرياء وقتل الرضا، هل أعطى حركة الإمام الحسين لون آخر، لون عالمي، يعني بحيث لا يخفى لا تخفى ظلامة الحسين إلا على واحد من طمس البصيرة؟ لأن قتل الأطفال يدل على مدى الظلم والظلامة التي وقعت على الحسين. من طرف آخر يدل على يعني شدة قسوة الجيش من الطرف الثاني، بحيث أنه لا يسترخي لا عنصر بريد ولا عنصر في نظره مذنب. لو لم يكن في رحم الحسين أطفال أو نساء لربما جاءنا كثير من الكتاب وقال انه جيش ادخل بجيش على سوره، لكن الجيش القوي بلد الجيش الضعيف. وانتهت القضيه جمله وتفصيلا وذهب دور الامام الحسين. خروج الاطفال مع الامام الحسين وابداء هذه التضحيه والايثار العظيم منهم يعني اخذ قضيه الامام الحسين الى العالميه اكثر. من بين
الأطفال إن صح التعبير فضلوا شيء من بين الأطفال أو من لم يبلغ الحلم. إذا البعض يستشكل على كلمة طفل. اثنان إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بإجماع أرباب المخاطر أنهم أو أنهما لم يبلغا الحلم. ما بلغ الحلم؟ الذين استشهدوا بأبناء الحسن أربعة، لكن اثنان منهم لم يبلغا الحلم. أكبرهم وكلهم شباب ما بلغوا ولا شيء، أكبرهم الحسن بن الحسن عمره 17 سنة، أمه فزارية يقال لها خولة، وهذا قاتل مبارزة وقتل 17 وأصابته 18 جراحا ثم قتل. الثاني أحمد ابن الإمام الحسن، وهذا المكنى لأبي بكر، وجاء في زيارة الناحية بهذا الاسم أيضا، السلام على أبي بكر ابن الحسن الزكي، لعن الله قاتله وراميه بالسهم الردي عبد الله بن عقبة الغنوي. هذا برز عمره 16 سنة، أصغر من أخوه بسنة. ذاك الحسن ما قتل، سقط مغشم عليه في قطع رؤوس. أسماء من خارج الفزاري قال هذا ابن أختنا لا يقرب منه أحد، شافوا في رمق أخذ سقام. قال من أين لكم الماء؟ قال أنت لست في خيم الحسين، أنت في خيم عمر بن سعد. قال فما فعل عمي؟ قال انه قتل. فبكى بكاء شديدا وغضب وجهه. لما عوفي في الكوفه رجع الى المدينه وتزوج فاطمه بنت الحسين ربما هي العليله، وكانت تشغل حور العين، وكانت اشبه جساء فاطمه الزهراء، وشاء الله ان تكون ذريه الحسن من الحسن المثنى. وكما قال الإمام بقية السيف مباركة هذه الذرية لملاءة الدنيا من الحسن المثنى ومن فاطمة العليلة، وأنجبوا أشراف عظماء عبد الله الواحد اللي اسمه والد النفس الزكية محمد النفس الزكية وأخو إبراهيم، وأنجب أيضا الحسن المثنى ومن أشراف الحسنيين، أنجب علي بن الحسن بن الحسن اللي يسمونه الزوج الأغر هو وزوجته مضرب المثل. هذا اللي لما سجنوا أبناء الحسن كلهم علي بن الحسن المثنى لما سجنوا في المنصور ما أخذ هذا، فهذا راح إلى المنصور دخل عليه قال له شلون قال سجنني مع أخوتي لا خير في الحياة، ودخلوه السجن وكانوا يعرفون أوقات الصلاة بتلاوة القرآن، كل ما بين كل فريضة يقرأ كذا جزء ويعرفون أوقات الصلاة. رجل من العظماء الحسن المثنى أنجب ذرية عظيمة. زين الثاني أحمد كنا أصغر منه 16 سنة عمره، بلغ على صغر سنة قتل 60 وأخذ يتهادى في المعركة والحسين ينظر إليه ودموعه تجري على خديه، فرماه عبد الله ابن عقبة الغنوي فجاء بالسهم وشك يده بجبينه وسقط صريعا. التعرف من حيث السر هو القاسم، لكن خلي القاسم الاخير لانه صاحب المصيبه. الرابع هو عبد الله الاصغر، وهذا عبد الله بين العلاقه الحميمه التي كانت بين ابناء الحسن وبين عمهم الحسين. أنا أتوقع أن القاسم وعبد الله، عبد الله هذا شيء أكيد هو آخر قتل قبل الحسين، لكن أتوقع أيضا أن القاسم أيضا هو قبله، يعني القاسم وعبد الله آخر من قتل مع الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا وأن الرواية تقول أن الحسين لما قتل أصحابه ما عنده أحد خارج القاسم.
على أي حال خلى في عبد الله إلى عبد الله هذا عمر 11 سنة وكان يحاول أن يتفلت في المعركة من يد عمته زينب والحسين كل ساعة ينظر إلى الخيمة ويقول يا زينب أمسكيه لا يفضل الوضع خطير سهام وأجلاف العرب تتناوش كل من خارج صغير أو كبير لكن كان عنده حسرة يشوف أمر وحيد بين الأعداء وليس له ناصر ولا معين ويحيطون به من كل جانب وهو يريد أن يتفلت إلى أن وقع المولى أثر السهم المثلث على الأرض لما وقع جلس متربعا أخذ ينظر إلى خيامه ويبكي في هذه الأثناء احتوش جماعة من أجلاف العرب جاءه زرع ضربه بالسيف على رأسه جاءه سنان ضربه في خاصرته ثم استنزل سنانه وضربه في شهاده صلى وعبد الله يتفلت كل ما رأى واحد من هؤلاء يضرب عمه أخذ يتفلت إلى أن انفلت من يد عمته زينب في الأثناء بكر بن أبجر أو بحر بن أبجر كان رافع السيف يريد أن يضرب به الحسين فجاء يصرخ أتريد أن تقتل عمي يا ابن الخبيثة فوضع يده يحمي عمه شوف يعني ولد في سن 11 سنة شلون عنده إيثار أن يقدم نفسه للحبيب فداء لعمه مد إيده وحمى عمه من السيف وجاء السيف وقطع يده وتعلق لأن بعد صغير وبعد متعلق الأمة صرخ يا أمة فضمه الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى صدره المجروح وأخذ يمسح على رأسه ويقول صبرا صبرا عن بيتي بفضل الشمس صبرا صبرا عن بيتي بموعدكم الجنة بينما هو كذلك وإذا حمل صوب له السهم وجرحه في حجر عمه الرابع اللي قتل قبل عبد الله وهو القاسم بن الحسن وتخصيص القاسم بالذات لهذا اليوم لعدة أمور عام أولا خصيصة أو عدة خصائص أولا كون يمثل البيت الحسن فبذكره يذكر إخوته ويذكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه واختيار الأداء لعدة خصائص أولا هو نسخة من الإمام الحسن بحيث قال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنت العلامة من أخي الحسن وأحب أستقصيك لأني أرى فيك صورة أخي الحسن فكان شديد الشبه بالإمام الحسن الأمر الآخر خصيصة في مواقف يعني سجل موقف بطولي عظيم لما ليلة العاشر أخذ الإمام الحسين يخبر أصحابه بأنهم مقتولون أخبرهم ولما وصل إلى القاسم تعداه فانكسر قلبه واستعبر ثم جاء إلى عمه قال يا عم أنا ألست في من يقتل قال له يا بني كيف ترى الموت كيف ترى القتل قال فيك أحلى من العسل فيك أحلى من العسل قال له نعم يا بني أنت أيضا في من يقتل وأولادي يقتلون وحتى عبد الله رضي الله عنه ولا يبقى من أبنائي إلا علي بن الحسين زين العابدين فإن الله تعالى لا يخلق الأرض من حجة من ميزة القاسم أيضا أنه الوحيد الذي أذن له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الأقل من أهل البيت وهو الذي أذن له بالبراز وهو لم يبلغ الحلم بإجماع المقاتل أن القاسم ما بلغ عمره 13 أو 12 سنة فأذن له الإمام الحسين من خصائص القاسم شدة محبة الإمام الحسين له فقد ذكر أيضا أرباب المقاتل حتى أهل السنة أن الحسين لما ولد القاسم
ضمه إليه واستعصر إلى درجة أن غاب نفسه وسقطان وشق عليه. اثنين سقطوا وشق، وهذا يبين لك علاقة الحسين بهذا الولد بالذات. من الخصائص التي تذكر مسألة زواج القاسية، وهذه كل سنة نقف عندها وقفة على الأقل نخلي بعض النقاط على الحروف. الزواج القاسم من البنت المسمى، الآن هي زبيدة كما يقول الدربندي، أو هي فاطمة كما يقول بعض العجم، أو هي سكينة كما هو مشترك على الألسن. الآن الأسماء ربما ليست بذات أهمية، ولكن إذا رجعنا إلى بعض المصادر، انظر إلى مثلا مقتل المكرم حاشية بصفحة 329 تقريبا، وإذا خالدني الذاكرة من 320 إلى 329 فتش في هذه الحواشي، يذكر المكرم وهو محقق عظيم وكان مقتله مقتل معتمد عند أصحابنا، وكان هو من المتأخرين لأنه محقق ودقيق. المكرم يذكر أن سكينة تزوجت بالفعل من واحد من أبناء الحسن اسمه عبد الرحمن، هو القاسم عبد الرحمن. ينقل عن الأغاني أن عبد الله بن الحسن تزوج سكينة ولم يلد منها شيء وقتل. ويذكر نفس المكرم عن أعلام الورى أن سكينة تزوجت عبد الله المصدر الثاني ابن الحسن ولم يبني بها، قتل ولم يبني بها، يعني حصل لها عقد قرار وما زف إليها أو ما زف إليها، لم يبنى لم يبني عليها، يعني شنو؟ كان العرب يتخذوا قبة إلى الزوج إذا دخل عليها الزوج، فإذا دخل عليها هذه القبة يقولون بنى عليها بنى عليها، فإذا قيل لم يبني عليها يعني ما زف. فإذا عندنا مصدرين، عندنا سكينة عقد عليها، واحد يقول لم تلد منه ما قال زفت ما زفت إلا هو الأمان، وأعلام الورى يقول لم يبنى عليها أصلا، يعني كان حديثا زواج. الآن أرباب المقاتل اختلفوا هل هو عبد الله أو القاسم، هذا لا يعني نفي القضية جملة وتفصيلا، إنما هناك اختلاف في الأسماء. الدربندي ينقل عن صاحب أنساب الأشراف وهو من المتأخرين أن القاسم بالفعل تزوج من بنت الحسين لكن يسميها زبيدة، وأنه أنجب دخل بها وحملها وأنجب القاسم المثنى، وقد شاء الله أن يكون له ذوية على أي حال. فهناك إذن على الأقل القضية لا يمكن بوجه أن ترفع جملة وتفصيلا، هناك عقد قرار، هذا العقد قرار حدث أي في المعركة أو قبيل المعركة بأيام أو في يوم أيام عاشوراء، هذه مسألة أخرى، ولكن يبين أن عهد قريب، بحيث أن بعض المصادر تقول أنه لم يدخل بها لم يبنى عليها. بعض من يستغرب في هذه القضية إلى درجة أن يتجرع ويقول من قال بأن سكينة تزوجت بالقاسم هذا يقذف ويعزر، هذا تهريج، هذا تهريج ولا يصدر من أهل العلم، هذا ما يصدر إلا من جاهل الناس القلم ويبقى يكتب أي شيء يصير يطلع بها على الولد ولا شيء. لو قلنا أن سكينة تزوجت من القاسم، إذا قلنا سكينة تزوجت من القاسم هل يعني إحنا نقول أن سكينة متزوجة من اثنين؟ لا، ما يفهم، لكن بعد الاشتباه مو من القاسم من فلان، وشنو يعني؟ شنو يتعزل؟ شنو؟ أنا ما أشوف إلا كتب تطبع وتحقيقات، وساعات بعض الخطباء بعد يغتر بعد
إذا شاف كتاب خارج جديد وفيه فكرة جديدة حالا يصدقها وينشر. أي شيء يحزن؟ إيش تبى؟ أنا أكون مع بعض النساء من أهل البيت ما يدري واحد يقول متزوج فلان واحد يقول متزوج هذول يعزلون يعني. تعال من تنعاقب لأن الكل فلان متزوج من فلان وهي مو متزوجة من فلان. يعني تهريج ناس تكتب تاريخ وما تتورع تشتم الناس ويتعرضون مثلا إلى ابن نصار أو يتعرضون إلى ابن العطية. أنا مو متحسس لازم ابن العطية لا ما ابن العطية لا مو مهرب كل شيء ولا يعاتب الشاعر أصلا وإنما هي أصل الفكرة فكرة كلمة تنتقل من يقول في حدث تاري أنه يعزى هذا خطأ كبير لأن أنت قاعد تشتم الناس تشتم على الأقل على الأقل نقول إحنا كلنا عوام ونقول سكينة تزوجها من الخاص وليش تشتمنا؟ وكنا إحنا نعزى إحنا نشتم هو ما نفهم مو نعزى على أي حال حدث على الأقل هذا شيء أكيد هل هو مع سكينة مع زبيدة مع غيرها عقد قران حدث هل هو يوم العاشوراء أو غير العاشوراء لكن بعض المرويات توحي أنه قريب لأنه لم يبني عليها ما زرها فيها فإذا أصل الحدث موجود زين إذا أصل الحدث موجود وشفنا واحد مثل القريح رجل عظيم رجل عظيم مثل القريح الذي قال عن الشيخ القمي أنه أعبد أهل زمانه في أعظم من التزكية أولا من الشيخ القمي وما أدراك صاحب وفاة الحجيات وخاتم في المحدثين وشهد القريحي بأنه أعبد أهل زمانه ورأينا هذا العالم العظيم ذكر واقعا تؤيد هذه الشكوك فشو إن الناس تذكر هذه الرواية ولو اعتمادا على الطريح طريحي شبه هو طريحي يعني ولد شاعر طريحي رجل عظيم جليل عنده كثير من المؤلفات مو بس هذا الفخري احنا نشوف الفخري ومن كثر ما نقرأ حسبنا هذا الرجال بسيط لا طريحي حتى في اللغة عنده كتب في اللغة مجمع البحرين معتمد عند مؤلفينا يرجعون إلى حتى في اللغة العربية وفي بعض المفردات الطريح مو واحد سهل فعلى أي حال وهناك من قال إنها موضوعة في كتاب الطريحين وأدلتهم كلها ظنية ليش ظنية؟ مثلا يقول صاحب البحار ما نقل عنه هي في الطريح نقل عنه شو يعني صاحب البحار لازم يفلي الكتاب الطريحي عشان ياخذ منه كل مطلب وحطه او خلاص هذا موجود صاحب البحار اهمل كثير فجاء صاحب العوالم البحراني وتوسع اكثر من البحار اذا انتشر كتاب العوالم راح تشوفون اوسع من البحار بكثير البحار ما جمع كل شيء فعلى اي حال الطريحي يذكر هذه الخصيصه الى القاسم أنه لما كان الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين أخذ يستنصر وإلى القاسم خرج ورواية أبو مخرف تقول خرج اثنان أطفال اثنين والحسين أذن له وقاتل لكن أكثر المقاتل تقول أنه أبناء الحسن خرج القاسم آخر واحد مبارز في نظري أنا حسب اطلاعي هو القاسم ما أعتقد أن أحد بارز حتى العباس قبل لأن ليست من شيمة أهل البيت أن العباس يوقف والأولاد يطلعون يبارزون مو من شيمة فلما خاصة الرواية تقول أنه ما بقي من الحسن نعم العباس آخر المقاتلين المعدودين للقتال القاسم مو معدود للقتال وانما خرج فوق العالم واحد مو بالغ واصر انه يقاتل وصارت الى هذه القصه ما اذن له الحسين فرجع حزينا كئيبا دموعه تجري على خديه وجلس في الخيمه ووضع
سنه وبين ركبتين واخذ يبكي ويتحسن لان عمه الحسين اذن لاخوته وما اذن له فتذكر ان اباه الحسن قد عقد له عودا وقال لهم اذا اصابك هم وغم شديدين ففكها واحرص ان تعمل بما فيها فكها واذا فيها من القاسم اذا نزلت بعقلك ولا رايت عمك الحسين وحيد الفريد وقد احاطت به زمرك فلا تقصر في نصرته وان ما نعك فعاونه حتى تحرص السعاده الابديه والحياه السرمديه فابتشى القاسم وجاء مسلم الى عمه وقال يا عم حصلت الرخصه هذه رخصه من امام معصوم يقول الطريحي اخذ العوده الامام الحسين فضها ووجد فيها خط اخيه الحسن فجرى دموعه وقبلها وشمها ثم اخذ بيد القاسم وجاء الى امه رمله قال يا رمله هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت لا يا ابا عبد الله فجاء الى زينب قال يا زينب اتني بالصندوق الفلاني تراث اخوه تراث ابائه فيه منطقه امير المؤمنين فيه عمامه الحسن فيه قباء الحسن قالت يا اخي ما هو وقت الزينة قال أخي أخي اعلمي أني قد عهدت أخي الحسن أن أزوج ابنه القاسم من البنت المسمقة وهذا أرى أنه مقبل على الموت وقد حان أجل هذا العهد لابد الآن أن أبيه قومي يا خيا للحسن بن عبد يحضر خلي باكي تشفي دمعي تذكر أخي الحسن المسار
ثم أخرجها من قبل أمير المؤمنين وشدها على وسطها، ثم جاء أمير النساء مثل وحشي النسوان مروية ناصر أيفتقون أهاليهم لما نظرنا إلى القاسم خيل إليهم كأن أبا محمد قد تشران الخبر المسمى. فأفردت لها مخدعها. الإمام الحسين يسيرون الشعراء وقلنا احنا لم يبني علينا يعني ما زفت، لكن هذه حسرة في قلوب الشيعة، وكأن هذا الشاعر اللي ما حصل زفة كأن الله أراد له أن يزف في كل عام ملايين الشيعة في كل مكان في كل مكان. واليوم وسائل الإعلام بينت لك أن هذا اليوم بالذات هذا اليوم في كل العالم مميز، يميزونه في الكويت شفنا يميزونه بشكل فظيع جدا، آلاف الدنانير ينفقون على هذا اليوم على الزفة. فعمان يوم مميز جدا، الخطيب ما يقرأ شيء كل زفة بس في كل مكان، كأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشاشة الذي تخطرت كفاه من نحره أن يزف في كل عام، الملايين يزفون ويستعدون إلى مثل هذا اليوم، ويكون أيضا سلوى للذاكرات اللي فاقد الشاشة، وعندها شباب كثير فاقدينهم أمهاتهم آبائهم، كأنما الحسين سلوى لكل من فقد مصيبة كربلاء فيها سلوى فيها تسلية متنوعة للفاقدين والفاقدات. اللي عنده ولد فاقد مع الزواج خليه يتذكر مصيبة الحسين، اللي عندها ولد فقدت الآن زوج خل تتسلى بمصيبة رملة، اللي فقدت ولدها بل فقدت اثنين على الأقل لم يتزوجوا. كأنما أراد أن يزف القاسم. وين تخيلها؟ وين زفافها؟ أخذ يمها ناحية القبلة ناحية المشرع them.
الشيخ حبيب دائما يتناول هذه المآتم، أو نشيط في المجتمع أيضا.